للأسف بعض الإعلاميين بيقولوا الكلام، أنا آسف يعني،
هذا الكلام الهبل البعض قال له مغرضه الثاني مولى وعلى ماسك ايده. احمد سليمان خد عموله من لعيبه انا المولى اهو واللعيبه عندنا اسبابه. اثنين احمد سليمان عندك قضيه فساد مع منير ثابت كان بيتحقق في النيابه العامه العليا تمام بدي طاق مش عارف ترضى. انت يا عم عبد الله جورج كلام واضح انت مش عارف مع ممدوح بس قول لي بقى البطولات يا حبيبي اللي خدته هو ايه بقى تسع سنين خدت بطوله الخراب كاس الخراب اللي بيطالب وزير الشباب بانه يحل المجلس الوحيد اللي في مصر يا جماعه منتخب مماشي هو احنا كل المجالس معينه بلا استثناء المجلس الوحيد المنتخب تمام. وبعدين احنا فاشلين طب رئيس الوزراء جاي لنا ليه؟ انت تعبت ما شفتش الملاعب وحمامات السباحه يعني حتى على المستوى الرياضي لما يتعمل ست ملاعب للناشئين ويتعمل ثلاث ملاعب اللي هم بتوع الخماسي الجيل تسعه وخمس ملاعب يد وطايره انت عندك 14 ملعب خد عندك دم يا اخي انت مش شايف مش هتكلم عن مبنى الاجتماع الصالح للناس كلها شافته امبارح والمسجد وحمامات السباحه وجمع الحمامات والبنية التحتية كلها اللي اتغيرت والمكتبة والمطراء اللي احنا في كل ده انت مش شايف اتعملت عشان بتقول ده في الشرقية وانا زارع مع الشرقية طب الزمالك لو الجول ده نفسه ده مش هتعمل نفسه جابوك ليه 2 3 4 تمام انما انتوا بتدمروا فريقكم انتوا اللي بتدمروا الولاد انتوا اللي بتحبطوا اللعيبة فانا بقول يا جماعة فين فضلكم مش اي عيل حرامي اقترض من النادي يقول كلمتين فارقين ياخدهم ينزلهم له النادي ده هيمشي باذن الله نكمل كل سنه احنا عندنا انا نسيت كمان مين وصل نهائي افريقيا من 14 سنه نهائي افريقيا من ابطال الدوري الكونفدراليه دول قبل النهائي مش كل دول نادي الزمالك في المجلس ده احنا نسينا 10 سنين اللي فاتوا وبرجع اقول تاني الزمالك خد 12 دوري 6 منهم في عهد المطار منصور 2 مع جلال ابراهيم ونعمل مجلس الاداره 3 مع الدكتور جمال وده رئيس المكتب التنفيذي يعني ارقام حرب النادي واحد مع نص مدراء الزمالك وجود مرتضى منصور. فالنبي مش عايزين دغدغه مشاعر الجماهير. جماهير محترمه، اما العيال الالترز دول انا خلصت عليهم. ودي مناسبه يا جماعه. زي ما انا كان ليا عتاب على السيد المستشار النائب العام في وقت من الاوقات بسبب موضوع الالترز لما بلطجوا في استاد السلام يعني الفريق علينا الجيلي. ثم بلطجوا الالترز الاهلي على اولادنا في اديس ابابا. يعني هو طبعا النيابه العامه جزء من الدره لا يشكر ولا يذم، لكن انا كان ليا عتاب. لا النيابه العامه خدت موقف لما قال نفس البلطجيه اللي بيشوهوا النادي الاهلي الالترس المجرمين حكم المحكمه النهائي وبات حرف 4 ايام وخدوا 15 وقبلها بيوم 98 واحد في اسكندريه خدوا حبس 3 سنين او 4 سنين على البلطجيه تمام هو ده اللي احنا عايزينه انا الواحد مش هقدر اقاوم هذه الظاهره الاجراميه انا والمدرسه والجامعه والبيت الاب والام جايبين على ودانهم سيدين الولاد اللي بلطجوا تمام والقاضي والاعلام انتم ايا كان مسموع مشروع مالي كلنا عندنا هدف واحد هو عوده الجماهير المحترمه للمدرجات ازاي نرجع الجماهير المحترمه يعني ازاي يبقى في صحه في المدرجات لما نرجع لهذا الميكروب اللي اسمه الالترس او بايت تمام نرجع بقى للمدير الفني احنا جبنا مدير فني برتغالي ويمكن الاخ حسني كان موجود مع بريرا انا بتحدى هو ما شافش فيليرا ولا واحده ان يقول مره شافني بكلم فيليرا بتاعي هو كان في وجودي يعني انا عايز اتكلم فيليرا انا لا بتكلم انجليزي ولا بتكلم عربي ولا بتكلم عربي خلاص تمام اهو هات الراجل ده موجود اهو يقول لي مره فيليرا كل زياراته دي عشان هو مترجم يقول لي مره انا قلت لفيليرا ده يلعب او ده ما يلعبش الراجل موجود اهو مره واحده انا بقول ما عنديش هو اصلا مشتغل معانا انت جاي لي النهارده واقف مع الراجل تمام بقول تاني هو فريرا يا كلام مره واحده طب انا جبت فريرا هكلمه اكلمه بيه بقى بالبرتغالي ما بعرفش بالانجليزي درجاتي في الانجليزي ضعيفه خلاص هو الراجل موجود عمري ما قلت له يلعب ولا ما يلعبش لكن هو لما جاله فلوس فلوس قطر ها انت مش تعرف انت براسل وخلاص لما جاله فلوس قطر كان بياخد 48000 دولار مش 35000 دولار راح جاب كده 1000 دولار هو هرب هو اللي هرب تمام انما بقى الفيلم المعمول اصلا بيطفش المدربين باتشيكو ده برتغالي يعني. مش كده؟ كان موجود برضه جابوا النصر ده الشباب السعودي الشباب السعودي هرب انا النهارده هاجي المدرب انا في رجله الحرب اقول له لا والنبي اديني بقى سفرك فالنبي الفيلم الهندي ده اللي معمول في سليمانه
نعد 14 او 15 يا جماعه الراجل ده زي كل مدرب جه بيجيب الناس بتوعه، لا عمري فرضت محمد صلاح ولا عمري فرضت اسماعيل. وقت الاثنين مش عشان نستريح، عشان تستريح رئيس النادي مش محتاج حد عصفوره يقول له الاخبار، لان انا اللي جبت فين، انا اللي جاب خالد وانا اللي جاب علاء وانا اللي جاب ايمن، انا جابهم كلهم، مش محتاج عصفوره في نادي محترف، في نادي محترف. الراجل ده طبعا سيرته ذاتيا فين، هو اتكلم عن نفسه دلوقتي وقال كلام واضح، انا عايز خالد جلال فقط وعلاء شكرا وايمن طبعا، ولا حد نطق معاه، هو الراجل موجود وهيحضر ولا بينا، خلاص هو دي طلباته. انا كل دوري بقى عيار المناخ له ايه بقى؟ واحد يقول لك ايه؟ واحد النهارده واحد اهبل كده كاتب مقاله النهارده اهبل، بس ابعد عن الفريق وطلب عليها حد هتفضل، ده مش هبقى طبعا، ده انا لما بعدت عن الفريق حصلت انتكاسه، ده لما بعدت انا ها وسمعت كلامكم حصلت انتكاسه، لكن لما كنت كل شويه عيني على الولاد وعيني على المدرب يعمل ايه؟ كان الفريق عمال يكسب، لما بعيد مش هبعد، كانت دي مؤامره بقى اعلاميه من البعض عشان بعد انا بيخلي الدنيا كانت سايبه، اللي ما بيجيش تدريب بيلعب، واللي بيزق زميله بيلعب، واللي بيشتم زميله بيلعب، واللي بيستعطف في الملعب بيلعب، فوق يخس. وانا بقول لكم ده من الراجل اهو، كان التعليمات واضحه. نمرة واحد، ما عنديش نفوذ، كل الناس زي بعضها، هو سبع فوق بيترجم له، كل الناس زي بعضها. عندي في كل مركز بتوع تقابلك المشكله دي، في كل مركز اثنين زي بعض مستوى واحد، هتقابلك مشكله كبيره ان ازاي هتعمل التوافق بين اللي بيلعب ما بيلعبش. نمره ثلاثه، ما عنديش لاعب حريف ولاعب مش حريف، كل اللعيبه زي بعض، اديته صلاحيات مجلس الاداره ورئيس النادي في توقيع العقوبات من غير ما يرجع لنا. كلامي واضح، هو اللي بقوله قدامكم وده اللي انا قلته. خمسة، العد ثم العد ثم العد. اللي وقع الفريق الفترة اللي فاتت، سيبكم ما كانش بيدربوا الكلام ده كله عشان مش موجود. وكنا مدين تعليمات للمشرف على الكورة اللي هو مدير مجلس الإدارة، اوعى تتدخل في الفنيات. عايزين جيم اعمل لهم جيم. عايزين المستحقات تستحقها. عنده حد عقده خلصوه. فنيات لا تتحدث. لا مع محمد حلمي ولا غير محمد حلمي. وده كانت مشكلة، دي المشكلة بقى. ان احنا لما سيبنا الفريق كده لوحده تمام، حصل اللي حصل وسمعنا شيكابالا اللي قاله على العلمي، وحقيقي طبعا عايز اقول الصفحه بتطور خلاص، احنا قفلنا. اولا الراجل ده اختار معاه ثلاثه، اختار مدرب لياقه، هو هيقدمه هو نفسه مدرب لياقه بدنيه، واختار المدير الفني مساعد ليه يشتغل معاه، واختار محلل ونجيب له دكتور تغذيه، عشان هو لما جه لقى وزن تقيل، وزن زياده، الوزن الزيادة ده يا جماعة بيبقى قلة تدريب. يعني أنا لما أروح المحكمة كده وتقول له كده أحسن، يبقى أنا معناها ما رحتش محكمة من زمان. لأن الممارسة مهمة جدا. فقلة تدريب. إحنا مسلمينه الفريق أهو. تمام؟ وأنا بتحداه. إن شاء الله هيكسب وياخد بطولات كلنا هنسقف للراجل ده. أي ضرب جزاء أطيحة ومطالبة وصول. أنا بقول لكم أنا عارف السيناريو الحقير اللي بيتعمل. يا رب يكسب وينتسب له هو وجهازه. طبعا نتمنى ده. خلاص؟ انما اقول من دلوقتي اي حد هيقول اصل مجلس الاداره، اصل يضيع ضرب الجزاء، اصل عدم الاستقرار، الافلام الهنديه دي اللي معموله بقالها السيرك اللي منصوب ده برحمه امي ولا هذا شعر في راسي. وكان من رد امبارح واول امبارح. وبقول تاني قبل ما نقدم الراجل ذكر عايز ينزل الانتخابات، انا قلت مش هنزل، انت جيت تستفزتوني، عايز اشوف ذكر فيكم ينزل الانتخابات، ينزل قال لي استفزوني، نائب، رئيس ايا كان، خلاص؟ لو خدتوا 5% من الاصوات انا همشي، لان حجمكم كده، يا حرامي حجمك كده، واوعى تقول لي قبل كده استنى جاي اعمل اصوات، مفيش الكلام ده، انا عندي الدكتور حازم ياسين امين الصندوق، لا عايز ينزل الانتخابات ولا كان طايق الانتخابات، ده راجل استاذ في الجامعه ورايح ومحدش عارفه في النادي. اطرح اصواتك يا حرامي من اصوات الدكتور حازم ياسين يبقى ده حجمك. انت زايد عن حازم ياسين 800 صوت يبقى حجمك في النادي. اللي فات الثاني زايد عن الدكتور حازم.
حازم يسموه 100 صوت يبقى ده لان الدكتور حازم قايمه، الناس جت كتبت قايمه ما تعرفش الدكتور حازم حطيته في القايمه تمام. اي صوت زياده لحد بعد الدكتور حازم اصواته ده بقى دي اصوات الحقيقه في الناس. فب 700 و800 ده هيعمل ايه في 60 70000 دلوقتي يا حبيبي؟ كمان العربيه جت العاديه ومعتمد ورا بعض دي 18000، ده بقى ايام بسوده ان شاء الله. فما دي اللي بتفكروا فيها؟ وتعالوا حتى اللي مشطوب فيه ويتفضل ايه، تعالوا اقعدوا بص الناس اقنعوهم قولوا لهم انا احنا بنقنعكم ان الراجل ده فاشل عشان ضرب الشباشب بيشتغل بالستات الفاضلات الكلون ده. في النهايه احنا طبعا بنقدم تاخد سرعات واخد كل صلاحياتك ماليش دعوه هو. وانا قلت له مش عايز اشوفك الا اذا كان قدامي وهو سامعك الا اذا كان عندك مشكله، لكن ده مش هيمنع ان احنا نتابع ونراقب. واللاعب اللي بيصحى، واللاعب اللي وزنه زايد، واللاعب اللي بيشوح للحكم، واللاعب اللي مش منضبط في التدريب او مش منضبط في الماتش، كل ده هنراقبه برضه. لان الفتره الشهرين اللي فاتوا دول لما انا بعت وقلت المشرف مالكش دعوه بالفنيات حصل فريق كده خلاص ملوش حد كبير يقول له ده عيب وده غلط واتمرن. لكن كلكم سمعتوا الاخ شيكابالا وطبعا هيتحاسب على اللي قال انه ناس ما بتجيش تدريب اسبوع وبتلعب، وناس مهوده نفسها في التمرين وما بتلعبش، واللي بموت نفسه التمرين ما بيلعبش دول هو بالنسبه له خلاص بقى محبط ما عندوش فرصه. الراجل ده هيدي فرص لكل لعيبه والمكاسه على الجوال، معرفش اسمه معرفش ده ليه معرفش ده مين. وكل يعرفه الاخلاص للتدريب والالتزام، والالتزام في الملعب اللي بيقوله هو، مش كل لاعب مزاجه. لا بيقول لك اصل احنا كنا نازلين الماتش مش عارفين كل واحد هيعمل ايه. لا مش عارف الكلام ده، الراجل عنده فكر تدريب وعنده بطولات تدرب في احسن الانديه ولف في العالم كله، راح اليونان وطبعا البرتغال وافريقيا راح ايران، عنده شيء محترم. الالتزام في الملعب مش التزام بس الاخلاقي، الالتزام اللي بيقوله هو. ما اقولكش انت امسك فلان سيبه تروح تمسك واحد ثاني. الكلام ده انتهى، اللي بيحصل للاسف شيء. هنقدم هذا المدرب المحترم الثاني من اللحظه دي. مش هشوفه زي ما قلت له الا اذا هو طلب. وده اللي كنت بقوله لفريرا قدامه، مش عايز اشوفك الا اذا كان عندك مشكله. والفيلم الوهمي اللي معمول تاني ان فريرا كان مانع اعضاء مجلس الاداره من دخول اوضه اللبس ده كذب. اللي كان مانعهم هو مرتضى منصور. انا اللي كنت مانع ان حد فيهم يقرب من اوضه اللبس. فريرا لم يكن يجري ويقول له اجبر الاداره بره. انما احنا بنفسنا انا جبت المجلس وقدام فريرا قلت له اي حد في دول وانا منهم دخلت لك قلت لبس قول لي اتفضل اطلع بره. هو عمل كده فعلا لما قعدوا مجلس ضرب اللي اتفقوا على الله دخل قال له اتفضل اطلع بره. مره هاني زاد بيكلمه في دبي قال له انت بتشتغل ايه؟ قال له مجلس ضرب قال له اتفضل اطلع بره. ما عندهاش مشكله بقول لك اهو تمام. الافلام بقى الهنديه بقى اصل بيدخل اصل بيزوق اصل بيزوق كده مش عندنا. احنا عارفين دور المدير الفني وعارفين دورنا كويس، وعشان كده ربنا بيقول لكم لما ناخد خمس ست بطولات في سنتين في وقت 10 سنين ما فيش الا بطوله كاس واللي جاب الجونين عمرو زكي واسامه حسن برضه اللي انا جايبه. ها بس عشان بنفكر الناس وانا اصلا مش مستلم نادي الزمالك وبعدين في حاجه ثانيه انت واخد ثلاث تقريبا بطولات مباشره من النادي الاهلي ولا احنا بننسى؟ ها مش كانت عقدة الزمالك السنوات ال 10 اللي فاتوا مش ثلاث بطولات اعتقد ثلاثة مباشرة في كأس وسوبر بس ليه؟ بنقعد نهيج الجماهير والانهيار والنادي وقع، النادي ده عمره ما يقع فيا وبغيري عمره ما يقع. ده هرم من الهرمات الرياضية.
قبل بس نقدم بقى بشكر كل الناس اللي جت امبارح، بشكر مجلس اداره النادي الاهلي اللي قعد موجودين الحقيقه، وده بيؤكد مفيش تعصب اللعب اللي احنا بنشوفه بره ده. بشكر كل النجوم الاهلي، النجوم طبعا نجوم الزمالك، بشكر الاعلاميين، بشكر الصحفيين، بشكر السياسيين، اعضاء مجلس النواب، بشكر اعضاء جماعه هويه، بشكر طبعا سيد رئيس الوزراء اللي جه في زياره مفاجاه، ده دليل نادي النادي امن وامان. ان راجل رئيس الوزراء بالتليفون قال انا جاي لك دلوقتي، الراجل جه كان فيه 40,000 ما حصلش مشكله واحده. بنشكر طبعا سيد الوزير الشباب والرياضه اللي قعدنا مع نويه المتغذيه، بنشكر طبعا سيد وزير الاوقاف وسيد حفظ الجيزه، بنشكر كل الناس اللي جت في نادي الزمالك. بقول تاني القافله تاثير تاثير تاثير، والحاقدين الفاشلين خلوهم مش يعوا يخشوا بحور تاني باذن الله، واعتقد انهم اتفضل قدم بقى يقدم قدمه. السلام عليكم. السلام عليكم. اهو اول حاجه عملتها قالت السلام عليكم. هو زعلان ان لسه ما يعرفش اللغه العربيه هنا في مصر؟ لا مش بس بيتكلم بس الحظ فيه مترجم فهيكون ملايه للكلام اللي هيقوله. مستر ناسي can you speak here in the camera, please? Directly. Okay, thank you. No problem. Confirmo exatamente aquilo que o presidente acabou de falar em relação à minha contratação e às condições. Foi tudo claro, muito transparente. Em Portugal não acontece isto que o Presidente disse há pouco. Em Portugal, mas que é só se querer do Sr. Em relação ao contrato. E vocês têm a sorte de saber o que se passa com esta transferência toda. Ok, é um orgulho estar aqui no Dalek. Sei que é um grande clube. Não só no Egito, como todo o continente africano e mundial. É um clube que está a crescer muito. Teve aqui um treinador português há 3 anos, não teve as condições que eu estou a ter agora. O presidente e a administração têm dado tudo o que eu tenho pedido. E este clube não pode, não merece estar a passar por aquilo que está a passar em Europa. Sei que temos grandes jogadores, mas neste momento não temos uma equipe. Como disse o Presidente de Ibeiro, vamos todos partir do zero. Para mim não há jogadores que sejam internacionais ou não. Mais experientes ou mais jovens. Para mim a grande debilidade da equipa. بالنسبة له الأكبر حاجة في الفريق هو إمبابة الزمالك في الشرق واسم الزمالك اسم الزمالك وفريق نادي الزمالك. دي سيكتور مش مرعب. هو ده اللي لازم نتكرمه دايما. يا بركة سيكتور فار. دلوقتي يوم الاثنين. Vai jogar aqueles que trabalharem mais, correrem mais, lutarem mais. هيلعبوا الناس اللي بتشتغل أكتر، بتجري أكتر، بتحارب أكتر. Porque eu não admito que se possa perder um jogo sem deixar o sangue em campo. لأن هو ما بيقبلش غير إن إحنا نخسر أي ماتش من غير ما نسيب دم في الملعب. إحنا نبذل الدم أقصى مجهودنا. A equipa está a passar por um momento difícil no nível psicológico. Fisicamente também não está bem. E encontrei jogadores um pouco com peso a mais. Ontem fiquei muito contente com a resposta que os jogadores deram no treino. E a vontade que eles têm em voltar às vitórias. Ok, este clube viu vitórias e títulos. Eu vim para o Zamalek e para o Cairo, não foi para passar férias, foi para trabalhar. Neste momento tenho de mim 3 e 4 horas, não mais, estou sempre a trabalhar. Eu e a equipa técnica. Porque este clube tem que começar a ganhar rápido. Temos objetivos a cumprir. Eu sei que o campeonato está difícil.
Mas a honra do nosso clube para o filho. Só por isso, temos que estar aqui. A minha equipa técnica. O gás de fone. Sou eu, number one. Temos aqui o Carlos, que é o preparador físico. Captain Carlos, sou o Andrei Ahmed. Sabem todos isto? Quando há aqui, não quer dizer. É um sinal de respeito. Está a fim da meia, a área da Coram, da Salaam. Ok, analista. Aqui o Pedro. Ainda, o nosso treinador de guarda-redes. Agora que fala todo mundo. Alec. A treinar a Rani. Tem pouco cabelo. Vamos usar os pés do Eirinho, mas é o meu chute de campo. Para ser o Bessé da Afimara. Falta vir um. Falta vir um. Que é o professor João Alves. O Capitão João Alves. E temos aqui o secretário, que é o nosso. O Capitão Pérez, é o Dívio Fura. Aqui. O Capitão Ramadão, não tive. E isto que vocês estão a ver. É filho da noite? É um só. Claro. Isto é uma equipe. Isto é um time. Da Esparim Mavá. Juntamente dos jogadores. Mavá, Marreiro. Adeptos. Marganaria. Departamento médico. Portuguesa Súbito. Funcionários. Formosofino, Lamini. Temos que ser todos um só. Quem é mais que o Mavá? Ok, eu sei que os Amalek têm muitos inimigos. Arganaria, até que tives também. Inventam muitas histórias. E ali com o pessoal que tive. Mas aquilo que o presidente disse. Para ser médico, para ser médico. Confirmo. Óbvio, aqui. Tenho toda a autoridade e toda a família para trabalhar. Ninguém se vai meter no meu trabalho. Também não aceitava isso. Já saí uma vez no Qatar. Porque se quiseram meter o meu trabalho. Eu fui embora. Cada um tem o seu trabalho. E tudo tomado. Zamalek vai ganhar. Eu falo precisamente. Espero dar uma grande resposta na segunda-feira. Muito pouco tempo para trabalhar, é verdade. Mas acredito no trabalho de todos. E no gol dos jogadores. Muito honroso mais uma vez estar no Zamalek. Alguma coisa que os jornalistas não saibam, não escrevam. Informem-se. E a gente fala com vocês. O respeito para os jornalistas é enorme. Queremos o mesmo respeito para vocês para aqui. Se a ti for, está tudo bem. Independentemente das críticas que fizerem. Os elogios faz parte do trabalho. A mentira não. Isso eu não sei. Ok. Muito bom estar aqui convosco. Vamos nos encontrando. Esperemos encontrar um momento de satisfação. E acima de tudo com respeito. Obrigado. Para amanhã. أسئلة؟ اي انتصار يا انسى ديما انا مفحار اي انكسار تمام خلي يا عم كل اللي لوت هو اكد عليك هو اكد عليك عايزين الراجل يشتغل في هدوء هنكسب هنتعادل وهنخسر هنكسب هنتعادل هنخسر وهناخد بطوله ونخسر بطوله وناخد بطوله كل ده في الرياضه خلاص أنا في النهاية أقول للشام تاني أنا سلمت على الفريق الراجل المحترم جهازه تمام؟ إن شاء الله ربنا يوفقه ويوفق جلده بعد هو اختاره تمام؟ أما محمد صلاح فله موقع آخر في النادي وجاي النهارده
الاستعداد ان شاء الله يريد موقع ثاني في مالي. اما طبعا اسماعيل يوسف فهو رئيس قطاع الكوره في مالي كل القطاع. ولا كل الاحترام والتقدير وليت يكون بينه لما مشي محمد ومشي اسماعيل. يعني هي اللي بيها شويه. ولو ما يجيبش برضه مش مشكله. مش ربو من الدفاع. انا في النهايه بشكركم طبعا احنا مش محتاجين نواجه اي سؤال بسبب في جدا. انا قلت تقريبا الملخص هو نفس الملخص وحضرتك مين يا فندم؟ وكاله الاس ان تي في. اسمها ايه؟ اس ان تي في. اللي بتاعت ايه؟ دي البرانش الرياضه بتاع وكاله الاسوشيتد بريس. ماشي قول. هو انا بس كنت عايز اسال المدرب هل ما هي المدرسه اللي لا احنا مش مالناش في القصه دي. مدرسه المدرب البرتغالي هل تتماشى مع مدرسه الكره المصريه وهل هناك فرق؟ انت شفت المدرسه المصريه وهي بتلعب هي بتتماشى مع المدرسه اللي انت بحضرتك ماشي بيها ولا شايف في اختلاف؟ المدرب البرتغالي عامة عنده منطقة كبيرة على التأخر. في مدربين برتغاليين كتير بره في العالم بره البرتغال. مستوى عالي. Pelo que eu vi, não é agora. Eu não sei como é que é. Não é fácil ganhar um jogo. Temos que trabalhar bem. Temos que trabalhar bem. Ter uma boa organização. Ter uma grande alma. E temos que chegar com coração. Isso é o que a maioria das equipas aqui fazem. É a coisa que marca depois a diferença. Ele vai me fazer para aquilo. E a atitude. O André. E o valor dos jogadores. O índice lá aí. Nós temos grandes coisas a fazer. Mantendo lá aí para o Arminio. Precisamos da organização. Até aqui em Brasil. E precisamos chegar com a equipa. Até aqui em Irak, que foi aí. E quando conseguimos isso. Pela maneira da Arca Kedi. Os Amalek vai ganhar muitos jogos. Os Amalek vai ganhar muitos jogos. Enquanto não conseguimos isso. Os Amalek vai ganhar muitos jogos. Os Amalek vai ter problemas. Os Amalek vai ganhar muitos jogos. Eu sei que a realidade é esta. Vai fazer aí. Mas perdendo pouco tempo. Vocês possam falar dos Amalek de uma forma muito mais específica. Eu quero mostrar o lado da sua alegria aos parágrafos. Eu نشكركم جدا طبعا الراجل هيطلع عشان في معسكر في المخيم هيطلع معسكر عشان احنا عندنا على فكره ماتش والاثنين مهم جدا على فكره احتمال الماتش ده لا يذاع الا في قناه تمرين الرياضه لان اذا لم ينفذ قرار الجمعيه العموميه للاستبعاد السته اللي احنا قلنا عليهم في الجمعيه العموميه لن يسمح بنقل المباراه في قناتين اللي هي اون سبورت اللي مشرفانا دلوقتي في المؤتمر او دي كلامي واضح قرار جمعية عمومية لو محمد كامل والناس اللي تعاقد معاها استمر على الإعلان واستمر هؤلاء مدحت شلبي والمجموعة دي ومحمد شلبي في الإذاعة وأحمد حسن وأحمد سليمان والعيد ده ما أعتقدش المباراة هتتنقل لأن في رأي قاضي رسمي في التلفزيون المصري في الكلام ده ولو التلفزيون المصري هناك وأنت الشارع في الشوط الثاني هتطلع الكاميرا شكرا.